لابد أن تكون عندك ثقة بنفسك أولاً وبمقدرات هذا البلد ثانياً. أنت الآن بحمد الله تعالى لا ينقصك شيء، والزمن سرعان ما يجعلك في موقع متقدم في أي موقع إن شاء الله تعالى أن يكتبه لك. لابد أن تكون قوياً، لابد أن تكون متفائلاً، لابد أن تكون شجاعاً، لابد أن تحب بلدك بمقدار ما أعطاك البلد. لابد أن تفكر ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقك.